اللي شافكم في الخسران ما لازم شاي يسكت حمادة غادي في الخسران حمادة. 20 واحد اللي داز عليها ودابا راه تتحط الدود من التحت. السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. اولا تنبغي نوه بالشكر للناس اللي انضمات وتاقت في هذه القناه المتواضعه البسيطه، شكرا جزيلا. موضوعنا اخوتي اليوم هو اللي الشابه اميمه الشابه القاصره 17 سنه تعرضت لاغتصاب من طرف 20 ذئب بشري، حتى الوالدة ديالها دودت وفي الأخير عطاوها السم وطلقوها. بنتي خطفوها ليا بيتها وقيالة وعشرين واحد اللي داز عليها ودابا راه تتحط الدود من التحت ودابا مكرفسين عليها 4 ديال الشرقات فيها. تنطلب الطبيب الشرعي آخر يعاود يدوز ليها، تنطلب الطبيب الشرعي يدوز ليها راه تاتموت. ومنين بغاو يطلقوها شربوها قرعة مخدوها طاح يضرب فيها، ضربها بجوج راه دايره جوج غرزات في يدها، ضربها وشرب هذيك القرعة وتيعطيها العصا. شرب ديك القرعة مهمتي قالت لي حارة، يعني بغاو يضلوا بأنها قضية انتحار ولا بغات تنتحر ولا بحال هاد القبيل. هي هذيك رفدتها وديتها للسبيطار سيدي عثمان، ديتها لسيدي عثمان خيطوا لها دوك الغرزات 3 من الداخل في يدها في الكف ديال يدها وجوج الغرزات من برا. ديتها لسيدي عثمان صيفطوني لهنا لميريزكو، ميريزكو صيفطوني مشيت للدار الا غدا 3 ايام وانا نجي لميريزكو وانا نجيبها. عاد شدوها ليا قبلوها دابا الموت، انا تنظن الموت فيها ما بقاش نصها يتحرك. ودابا تنطلب من سعادة الحموشي كثر خيره ويخلف عليه وجلالة الملك يقفوا معايا الله ينصروا ويغلبوا على من عاداه. قالت لي امي 20 واحد اللي داز عليا ودابا تهبط بالدود من تحت والدمايات حالتها لحالها. داوها حطوا عليها الجنوي، حطوا عليها ولدي الجنوي حطوا عليها وداوها وتكرفسوا عليها. والله ياخذ الحق، نطلب الله ياخذ حقها. هاكا غادي يغصبوها، عندها 17 عام وخمس شهور غادي يغصبوها في شبابها، الله ياخذ فيهم الحق. كيفاش ما قبضوهاش في المستشفى المرة الثالثة عاد قبضوها؟ الله من هذا منكار. هذيك الحالة يعني ذاك الشابة في هذه الحالة اللي ضاع مسكينة عمرها وتغتصبات من طرف 20، يعني ما فهمتش أنا كيفاش هذا الشيء. كفى لهذا الله يجزيكم بخير، تنطالبوا بارطاجوا معنا هذا الفيديو فهمتي، نساندوا هذه الشابة اللي عمرها ضاع مسكينة، وتنطالبوا من السلطات سلطات الدار البيضاء ولا من السي عبد اللطيف الحموشي باش يتم القبض على هاد الناس، لأن هادو ذئاب بشرية مطلوقة يعني وصلوا بشر، هادو خصهم قانون الغاب. خوتي خواتاتي هانتوما شتو موضوع اليوم، يعني موضوع مؤلم. ما أنا شفاتني داك البنت الله يشافيها مسكينة والله ياخذ حقها، وربي غادي ياخذ حقها إن شاء الله. نطلب الله ياخذ حقها قريب ما هو بعيد، وكل واحد يحس بأن راه عنده أختو عنده أمو عنده مرتو يحسب داك البنت بحال أختو. شنو وقع لها مسكينة؟ يا كانت في شي مكان تعرض لها جوج هزوها داوها زادوا عليهم 18 شخص آخر. هذه هي قصة أميمة. عرفتي شناهي 20 شخص أنه اعتدي عليها في ليلة وحدة؟ راه هذه ما كايناش في المغرب، وكل شيء المواطنين انهم يتوجهوا، حنا كنتوجهوا الراي العام كنتوجهوا للمواطن المغربي انه يتعاطف مع هذه العائله. 20 شخص انا اي وحده اي مره راه غادي تعرفني. اوكي اخوتي خواتاتي شكرا على مشاهدتكم الفيديو، وتنطلب من الله تبارطاجيو معنا هذا الفيديو غير في حق الشابه اميمه. ما تنساوناش بلايك، ما تنساوناش بدعمكم المستمر، شكرا جزيلا. وانتهى الموضوع، لا فلوك ازاي، السلام عليكم، تشوس.